في انتظار ما لا يبدو آتيا. يدخل النازحون من القرى العربية في نينوى والتأميمة وديالى وصلاح الدين سنتهم الرابعة من دون أي مؤشر على قرب إنهاء معاناتهم التي بدأت متزامنة مع بداية الحرب بين الحكومة والميليشيات الداعمة لها وبين مسلحي تنظيم الدولة إبان سيطرتهم على مناطق واسعة من أرض العراق. خلفت الحرب تدميرا شاملا لأكثر من 300 قرية عربية بحسب مصادر في وزارة التخطيط بحكومة عادل عبد المهدي، بينما يرتفع العدد كثيرا في تقارير حقوقية محلية ودولية وبحسب شهادات من ناشطين ينتمون لتلك القرى. وعلى الرغم من الاتهامات الحكومية المتكررة لتنظيم الدولة بتدمير هذه المناطق، إلا أن مسؤولين سابقين في حكومة حيدر العبادي يؤكدون أن جهات عدة متورطة في ملف تدمير وتهجير القرى العربية، بعضها مشارك في العملية السياسية أو داعم لها، كما أن كثيرا من سكان هذه القرى قالوا إن مسلحي التنظيم انسحبوا منها، ومن ثم بدأ تدميرها بعملية انتقام هستيرية من قبل الميليشيات وبعلم حكومة العبادي. بل إن مسؤولا رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وبحسب ما أوردته صحيفة العربي الجديد أكد أن الكتل والقوى السياسية ليست مستعدة الآن لبحث ملف القرى العربية المدمرة خشية إثارة أزمة كبرى في البلاد، لا سيما أن ميليشيات الحشد متورطة بتفجير وتجريف قرى وتنفيذ إعدامات جماعية ضد السكان، وكذلك الميليشيات اليزيدية وغيرها، ناهيك عن قوات البشمركة الكردية، ما يجعل الجميع متورطون في الجريمة. حكوميا فإن ملف القرى العربية المدمرة يشتبك مع ملف إعادة النازحين إلى مناطقهم والمرهون بتحقيق تقدم بشأن إعادة إعمار تلك المناطق، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن بسبب عجز الحكومة ماليا وعدم رغبتها في إثارة الخلافات بين الفرقاء داخلها، ما ينذر بتفاقم معاناة النازحين في العراق.